انا متعودش بدوني، انا ماشي من عيالاته ولا صحاباته، انا من بيزاته. دب ومشى حرق بيها، ولكن سبحان الله شو نيته خايبة. لا تصحى ماريا اسبانيا النيت قصر وجهه ونص الصبح علي. نتونيو تاهي غدعيهم نتشخل كامل. عيطت ليا هي تقول لي حقا راه جاي يخطبني واحد خينا، ولكن ما كنطلعش خويا عبد الغفور. سير مشي بحالك طلعك اش تغي تفيدني تشفين في يدك عاوني وانت سير بحالك. نقف فيا انا المهم قلت لي ولكن هذاك السيد قال لي ديري الاخوان لا الصقعه. قلت نعم لا الصقعه. قلت نعم اخويتها لا الصقعه. انت يا اصلا راسك فيه شعرك فيه 4 دريات الشعر، 4 دريات الشعر، شعرك راسك كله فيه 4 دريات الشعر. قلت ولكن اختي شو هذا تضحية. لا مرحبا زيدي. قلت له واش هاد السيد متأكد يتزوج بيك ولا بقى خاطبك ديالك داك الخلقة في راسك تايك جايبك؟ تزوجني يدي عمرة منو تال لهنايا. الصدعة. قلت نعم. قلت سمعي ليش منين هذا؟ لا فاش خطبك شنو جاب لك؟ امبراطور. قالت لي جاب لي بيجاما زيدي تزيدي جاب فونارا الفولارا زيدي جاب بعد الباتيسريات زيدي شربيل 600 ريال زيدي تقاشر لاش جاب لها تقاشر كيتباعو في الحفرة ماشي بونج هذا كتكون زيدي تا من الاخر شي ذهب شي جاب لها واحد التنسة ديال النقرة فيها نص ديال القلب قالك النص عنده هو معلق نص هي المحقق كونان مخليك راجلك جاي تصيفط لي أق سيري داك كوكوتك وديها في هدايا وديها هكا المهم زيدي كانت شي تصويرة دي عندي لا أشوف أشوف بعيوني قالت لي مرحبا قالت لي عندك تحفة عليهم حتى وصلت لك القلب وزوين كيف غادي نعرفك هذا كيعرف خوها خوها خدم خدمه زوينه المهم خزنا نزيد شي قال هو بغا يتزوج العائله جوج العائله العائله تنعس معاك فراش واحد الطنز ديالكم البساله ديالكم اللي بغا يتزوج تزوج العائله سول على باها وامها وعلى خوتها كي دايره غيتتفوا معاك كتسردين في الفراش كيفاش نتزوج العائله شكون غير يسمعك الفراش واش با وما وخوتها طاسي تزوج وحده واحد يتزوج والعائله با ظريف ما ظريفه وهي تكون كتاكل من العينين تزوج العائله المهم كيبقاو يضحكوا واحد هو اللي يمشي يسول على باها كذا با يكون ظريف وهي نحن والدينا مسكن ضعيفين وانا خارجة من الجن والدينا كيمشيو ينعسو مع 8 د العشية وانا راجل كنصفر الكوكوط بلاصة بلاصة الله يستر مراتلة المهم مني منك مني منك قلت له نشوف هذا وجه النحس صيفطاتو لي قالك في الواتساب مقدرش نوريهم لكم مقدرش نوريكم قصة حبتي وقعت فيا الوجه قاري
اول مره في الحياه ديالي كنشوف راجل وجهه قاري سيمسون بعنق ما كاينش انا هادو ما ندير به اش هاد الكلمه اللي كنقولها كاش عندو عنق عنق ما عندك ان لله والا اليه راجعون الوجه تشيل ما فيه ما هو اسمر ما هو بيض قاتل 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 ولا بوان نواق حالتو سبونج بوب ونعطيكم اخر الاخبار قالك لابس قالك بغا يلبس بحال الناس ديال الكولف الشمس القهار الشمس فوق منه داب كاسكطه ديال التنس قالك التريكو ديال بولو صدفات حتى لهنا قلت في حال واحد السروال محبب من جهة راكم عارفين حاجة محبب وفي واحد القرارة خضراء فرد زومي إذا شغلت زومي أنا لا ولا ضعف ترى لك عيب وجيب وكتلا في لفا الجيب قلت لها هذا غي يدير لك الدرة ويخليك لا غي تاونتي في العياقة فقلت لها أنا قلت لك قرارة عنده سي درت الخطبة وفرحانة باغا طاير شوية كندخل نلقى بلوكاتنا ستة مني هزيت كفوفي للسما هزيت كفوفي للسما لا مبغيتكش تسوجي يديك متبداش الحنة هزيت كفوفي ثلاثة المرات متتالية في أسبوع الأربعاء والخميس والجمعة شدفتهم ليها مني منك عيط ليا واحد جارتنا غير تعتقي سي الناس اللي عتقا ناسي اش وقع قالت ليا ويلي ما بخباقش قلت لها قوليلي خاطي ما كسيكس الحمقى قلت لها زيدي قولي قلت لها تختي اصلا تتبعيني على 10 دراهم مني منك يا ما بقاش معاها هادي الخويا كنت عمتي الكنيس كنت شنو وقع قلت يا السيد دار لها الخرقه قلت لها زيدي طاح لها جارتها قلت لها شكون هادي قلت لها عقلتي على مرت الفاكانسي عاود اش كنديرهم في بعض عقلتي على مرت الفاكانسي ويلي مات لها الراجل وخلى لها الدار والطوموبيله والخدامه قبضتها على احتراسها من المبارك قلت لها ياه ماكسيكس والله يرحمها وياه هي وامي هو الطبق قالت لي اه قلت لها طح معاها كازيدي انت مشكل ما فهمتش هذا خويا انت مالك انت ياك مني منك طح معاها وخلاها المشكله ان البنت دايره ما عرفتي الحومه الشعبيه قالك ما هي من المزوجات ما هي من الاخوانيات ما هي من المخطوبات وفينا هي مرت الفاكانسي مات راجلها وخلى لها اللي ما يتحرك حتى ما تزوجات تزوج بها طماع ما يخرجك الدب وفينا هو دابا راه خدام عندها الكاس عندها الله يستر ديك مرت الفاكانسي معايا لاتيانا الباترون ولا كاع كبير عليه بشي 20 عام قال لك يخدم عندها اه رجاء يا لطيف خدام عندها بلومبي وعساس قال لك كل شيء كيدير الله يستر قال لك مكرفصة عليه عافطة عليه غات عليه نكون استرخت ما هو غادي يبقى ياكل الشفابو اجي عندي ليا خص عندي ما كنسكرش تزوجي اجي كنسكر نتزوج كنتزوج على براجلك جري ها تزوج تزوجي الله يحفظك ليا يسير معاك يجيو عندك العائله كل مسكينه هاد البنت هادي ما مازال ما جاهاش زمانها وهي جالسة حدا انت جالسة وحدك وصلتي في عمر 35 عام مازال ما جاهاش زمانها مازال وقت عطيني راجلك ولا عطيني بواك انا ما كنسترهمش ايه هنا
ربي يدير السدر الشعر اصاحبي، ما ندير لا السدر لا الصدر لا والو، خلي هكا. جاتي تقولي لي ديري السدر ولا ديري صافي كوثر، شفت شفت ركنا فك عاوتاني تبقى تدردق علينا. سير اخويا عطيني جبر التيقار وهذا صقع ليا انت هو، قالت لك متورخه يا صقع انتك ودير اقامتك وسير. سير اخويا سير لي حد وسير بركه من البساله على مصالح تو من نيتك. كيبغي هكا تبغيه، باقي كيفكر فيه هكا تفكر فيه. الحب الحب مشاف زمان الكون، كيبغي هكا تبغيه. زائد فلانه زائد فرتلانه يساوي فرتلانه. لاخت ها اللي كنبغي انا الموني، السفر الشوبينغ الفلوس، عندي ما نبغيوش عنده ما يبغيوش. حب الفقر حباساته شبه الحب حب فيه تولال وعكاشة والفقر وشو هذا. الله يسهل عليه، الله يسهل عليا، وكل واحد عنده طريقه. نسيت انا الماضي زمان عندي ما نعاوني انا براسي، خصني يعاوني. صيف جاي الصيف جاي عيالات مساكن كاينين ربات البيوت، كاين الدراري ما عندهمش الفلوس، عيالات ما عندهمش الفلوس، اولاد البلاد ديالهم ومشاو داروا حياتهم في المانيا في الخليج في اوروبا، وانا مغربيه جالسه كناكل طرف الخبز في بلادي وناشطه وجايبين ليا بيونسي وجالسه قدام بيونسي دايره هي مخلصه والو، مخلصه شي 20 درهم واقفه قدام شاكيرا وشطيحو رديحو النشاط. ندير انا المشاكل نضر النبح، هز حوايجك الساكادو ديالك ضرب تركيا تركيا وريه ليها اخويا وير النضره الصبعيه راه خصها ضروري تشوف. مش اخويا تقول تهز القالب كرش اش غدير بيه هرها. علاش صاحبتي كنت انا عاونك باغا نشري بزاف ديال لي باك دو وما كاينش احمد ما بقى ديكون في اليوز. ان شاء الله اختي الوليدة ان شاء الله مرحبا بكم مرحبا بالناس الخميسات. سير اختي سير سلمى سير سلمى وانتي سلك لا نازا وصل المعدة ولا وصل الكلوة. اختي غيتها فيا الاكتئاب شنو ندير، حليت الثلاجة ونوضي تاكل. كولي 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 ديك دفعي الحوايج بحالي انا هكا كندفع حوايجي بحال هكا. دابا ملي قريت نخوي الدار كناكل كندفع الحوايج وكنعس في الفراش، ما كنغسلش يديا كنغسلش اختي لا يديا لا امي يعني لا والو.